ترى الدين مش بس صلاة وصوم، الدين أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين إنسانية، الدين انفتاح، الدين أن تعيش أنت الآن وقلبك مفتوح للآخرين، أن تتحسس مآسي الآخرين، أن تتحسس مشاكل الآخرين، خصوصا إذا كان الآخر ضعيفا أمامك. احنا عشان نتعلم الدين، هلا مشكلتنا تربيتنا هيك. يعني الان الانسان واحد لما الطفل اذا ابوه وامه مؤمنين، شوف صلي صوم هالشيء. اما اخلاقك كيف تكون مع اولاد الجيران، كيف تكون انساني، كيف تكون طيب، كيف تكون مفتوح القلب، ما حدا بيقول لنا اياه. وحتى الان التوجيه الديني هم عم يمشي. الصلاة ترى عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، الصوم كذا، المعنى الحج هذا. لكن أخلاقك مع زوجتك كيف تكون؟ أخلاقك مع جارك كيف تكون؟ أخلاقك مع أولادك كيف تكون؟ أخلاقك مع أبوك وأمك كيف تكون؟ قليل من الناس يفهم. ولذلك نحن مؤمنون عبادة وكافرون أخلاقا. شو معنى كافرين؟ مو بدنا نحكم على الناس بالكفر، يعني أخلاقنا أخلاق الكافرين. وربما الآن نشوف لا، بعض الناس الآن الكافرين يمكن أحسن من عندنا من الناحية الأخلاقية، هم أخذوا أخلاق المسلمين وإحنا تركنا أخلاق المسلمين. خلينا نفكر إنسانيا، نحترم شعور الآخرين، نحترم آلام الآخرين، نحترم الضغوط الذي يعيشه الآخرون. الآن إحنا في دعاء زين العابدين سلام الله عليه في الصباح والمساء، هذا البرنامج اليومي الذي يجعله أنه شو بيعمل باليوم، أن أعماله كلها خاضعة لهالبرنامج. هذا أريد منكم كل واحد منكم الصبح أو بالليل بيقرأ دعائه في الصباح والمساء، لأن دعاء تربوي، دعاء ثقافي، دعاء يخطط للإنسان يومه. اللهم ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف، هذه الاثنين الأخيرات، ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. يعني لما يكون واحد ضعيف بنحاول نساعده ونعاونه ونتحسس مسؤولية ضعفه ونتحسس مسؤوليتنا بهذه القوة اللي احنا نملكها. كيف يمكن لنا أنه نعطيه من قوتنا قوة حتى يصير قوي؟ وإدراك اللهيف، الإنسان الملهوف اللي بيعيش لهفة نتيجة وضع اقتصادي، نتيجة وضع نفسي، نتيجة وضع زوجي، نتيجة وضع اجتماعي، وضع سياسي. إنسان اللي ملهوف هيك بنرد له لهفته ونخليه يرتاح. وهذه ترى من أعظم الأشياء.